بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في برنامجكم ملفات خديجية. عن تنامي اليمين المتطرف في الغرب هو عنوان حلقة هذا اليوم، ويسرنا استضافة الدكتور سامي العريان، المفكر والناشط العربي السياسي. حياك الله دكتور سامي وأهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. دكتور، أبدأ من فوز ترامب المدوي، وأنت رجل عاش قرابة 4 عقود في أمريكا تحديدا، يعني هل يمثل فوزه يعني قمة تنامي تيارات اليمين في الغرب، أم ما زلنا في البدايات وسنشهد ما بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، اليمين في الغرب هو في دورات متعاقبة، منها يرتفع قليلا ثم ينخفض ثم يرتفع ثم ينخفض. يعني إذا نظرنا في القرن الماضي مثلا، كانت هناك عدة أزمنة تصاعد فيها اليمين في الغرب، كصعود هتلر وموسوليني مثلا وقيام الحرب العالمية الثانية، ولها أسبابها. هذه الأسباب كانت متعلقة طبعا بقضايا اجتماعية اقتصادية سياسية وفكرية، ولكن الذي حدث الآن طبعا هو وجود تنامي اليمين في مواجهة الإسلام. هذه مسألة طبعا الغرب يعني لم يتعود عليها. لها علاقة بإيجاد عدو، يعني الغرب دائما بحاجة إلى عدو يتصدى له. هل ما يحدث الآن هو ما تنبأ به المفكر الأمريكي ذايع الصيت صمويل هنتينغتون عندما قال أن حضارة الغرب ستصطدم بالحضارة الإسلامية؟ سامويل هانتينغتون عندما يعني كتب رؤيته هذه في بداية التسعينات، كانت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. وكما ذكرت أن الغرب دائما يبحث عن عدو. العدو كان يعني من نهايات الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الثمانينات، كان طبعا بشكل رئيسي هو الاتحاد السوفيتي، وبشكل غير رئيسي كان الصين والشيوعية كفكرة مهيمنة على العالم الذي كان يتصدى له الغرب. ففي بعد سقوط الشيوعية في البحث عن العدو، حلل سامويل هانتينغتون، وهو يعني عالم اقتصادي سياسي مشهور من هارفارد، كتب أنه يعني المرشح لأخذ هذا دور العدو هو إما، وطبعا هو يعني يتحدث عن إمبراطوريات وعن قواعد فكرية. صحيح. فقال الذي الذي مرشح لأن يتصدى له الغرب في المستقبل إما الإسلام بكونه يعني من الشرق إلى الغرب، يعني الإسلام من طنجة إلى جاكرتا، وبالتالي هو يمثل حضارة، هذه الحضارة عميقة في التاريخ، فقد تكون هي المرشح لأن يتخذها الغرب عدو، أو الحضارة الصينية، وهي أيضا حضارة يعني ضاربة في أطناب التاريخ. وطبعا الصين يعني بلد عسكري وبلد متحد وبلد عنده رؤية، العالم الإسلامي متفرق وضعيف. هذا اللي أقول، يعني أنه عوامل أن يكون ندا كما مثلا الاتحاد السوفيتي وحدة متكاملة بقيادة واحدة، يعني يمكن فعلا أن يكون ندا للحضارة الغربية، لكن الدول العربية والإسلامية الآن متفرقة، ويعني هم أيدي سبأ كما يقال ومتفرقون، ولا تجمعهم وحدة قوية متكاملة تستطيع أن تقول أنه فعلا الند الحقيقي للغرب في حاضر الآن. إحنا حقيقة نرفض هذه النظرية أصلا، أن يكون الغرب دائما يعني في مواجهة مع الإسلام، لأن الإسلام كدين وكحضارة وكتاريخ ليس هو معادي بشكل طبيعي للغرب، إلا إذا كان هناك في سياسات استعمارية، أطماع اقتصادية، هيمنة سياسية وكذا، احتلال كما موجود في فلسطين مثلا، هناك يكون في نوع من الرد والمقاومة كما يقول يعني الفيلسوف أرنولد توينبي، لكل تحدي استجابة. أنت يعني تميز التحدي بقدر الاستجابة على هذا التحدي. صحيح. ففي هذه المسألة طبعا احنا نرفض هذه النظرية. هو على كل إن هو لم يقل أنه هناك فرضية حتمية بأن يكون الغرب في مواجهة الإسلام، إنما هذه يعني من خلال رؤيته للغرب وهو البحث عن عدو باستمرار، قد يكون هذا هو العدو المرشح في انهيار طبعا المنظومة الشيوعية، لا سيما أن العالم الإسلامي عالم متنامي الأطراف وفيه الكثير من الأهمية الاستراتيجية للغرب، وله أيضا يعني في كوامنه القوة التي يمكن أيضا أن تتحدى في المستقبل على المستوى على الأقل الفكري والاجتماعي. هنا دكتور، يعني قبل أن نلج في موضوع الحلقة الحقيقة عن اليمين المتطرف، دعنا يعني نبسط للقارئ يعني أفكار هذا اليمين. يعني نحن وصفناه متطرف و
يعني لما هذا الخوف، لما هذه الفوبيا منه؟ ما هو اليمين المتطرف في الغرب هذا؟ نعم، طبعا هناك عدة أسباب لوجود التطرف في الغرب، واليمين وصفه باعتباره أنه يعني يحن إلى الماضي ويخشى من الآخر ولا يريد أن يتجاوب معه، وهذه طبعا مصادرها كثيرة. أما الجهل، هذا الجهل إما أن يكون مقصود أو غير مقصود، غير متعمد. الجهل غير المتعمد هو طبعا نتيجة اللامبالاة بالآخر وانكفاء على الذات وعلى النفس، وهذا قائم يعني لا سيما في المجتمع الأمريكي. ليس هناك من الثقافة الكثيرة، يعني لا يعرف كثير عن العالم، فما بالك عن العالم الإسلامي أصلا. وهناك طبعا هذا الجهل طبعا يولد الكر، وقد أو الخوف من الآخر، لأنه لا يعرف طبيعته ولا يعرف يعني كيف يتعامل معه. ولكن هناك أيضا جانب آخر، وهو جانب الحقد. الحقد نعم، وهو مبني على الكر، وهو يعني تتميز فيه طوائف قليلة وليست كثيرة، يعني ليست أغلبية المجتمع، هي معظمها دوائر ماكرة تعرف طبعا التاريخ بين الغرب وبين الإسلام، لا سيما من الحروب الصليبية ثم ما تبعها من فتوحات في داخل أوروبا نفسها في ظل الخلافة العثمانية وغير ذلك. فهناك في حقد يعني بهذه المسألة، بالإضافة إلى طبعا في العصر الحالي والهجوم الاستعماري على العالم الإسلامي، خصوصا في العالم العربي بعد سايكس بيكو وتقسيمه، وبشكل يعني أكثر تركيزا الدوائر الصهيونية التي يعني همها هو أمن إسرائيل وهمها المحافظة على إسرائيل، على هذا الكيان الذي يعتبر أنه بنوه يعني بالمعجزة. وهناك في خشية منه، لا سيما هو في قلب العالم الإسلامي. فهذه الدوائر المجتمع، الدوائر الفكرية التي يعني تستبطن التاريخ من وجهة نظرها وترى أن الإسلام كان دائما عدو لعقائدها، وتستحضر مثلا ما حدث في أسبانيا وما حدث في الحروب الصليبية في القرون الوسطى، هذه موجودة طبعا، وهي قليلة جدا، هي لا يعني هي ليست في قلب الغرب. الذي حدث الآن أن هذه المجموعات الصغيرة جدا أصبحت في قلب البيت الأبيض. هذه مسألة لم يكن يتوقعها أحد، وهذه كانت مجموعات هامشية في المجتمع الأمريكي. يعني هي بعد أحداث 11 من سبتمبر يعني كبرة وصخبها وصوتها، وأصبحت يعني في الإعلام، وهناك الملايين من الدولارات ضخت لهذه المجاميع أنها تستطيع أن تتكلم وتتحدث وتؤثر على المجتمع. ولكن كان إلى يعني وقت قريب جدا كانت ما زالت على الهامش، لم تدخل في 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 مع صانع السياسات، لم تكن يعني لها تأثير كبير، لها تأثير ولكن ليس بالكبير على صانع السياسات. يعني مثلا من ضمن مفكريها يعني مثلا، ولكن هو يعتبر ايضا مينستريم، يعني يعتبر ايضا ليس يعني بهذا التطرف، برنارد لويس، وكان اثر على ديك تشيني اللي هو كان نائب الرئيس بعد احداث 11 من سبتمبر، واصبح هناك تاثير في السياسات، ومن ضمنها مثلا غزو العراق، ومن ضمنها بعض السياسات العدوانيه. ولكن سرعان ما تراجعت هذه القوه بعد المقاومه الشديده التي حدث لوجودهم. ولكن هذه المجموعة التي تتحكم الآن في البيت الأبيض والتي لها أصبح يعني قوة مسيطرة على هذا الرئيس، اللي هو يعني بصورة عامة هو جاهل وأحمق ونزل. هنا سؤال، أنت تكلمت عن البيت الأبيض، لكن السؤال المقلق، هل يعني ستستنسخ مثلا وتتكرر في أوروبا، في بريطانيا مثلا، فرنسا، لوبان وغير من بلجيكا أيضا نسمع فيها بعض يعني اليمين، هناك يعني أحزاب اليمين بدأت تأخذ لها يعني وضع صعود وتنامي، هل تتوقع أنه أيضا سيفوز مثلا في بلدان أوروبا؟ كما ذكرت يعني لهذه المجموعات المتطرفة أسبابها التاريخية السياسية الاجتماعية. في أمريكا مثلا، هل كان يمكن صعود ترامب في غير وجود اقتصادي صعب، أو في غير وجود استقطاب حاد في المجتمع؟ من الصعب، وبالتالي لكل حالة ولكن هناك في أسباب يعني جامعة. مثلا في أمريكا من 30 عام إلى الآن، مثلا حجم الثروة في البلد، يعني الآن في أمريكا مثلا 1% أو 10% من الأغنياء يسيطرون على الثروة في البلد، 51%. وأفقر 50%، أمريكا 330 مليون، أفقر 50% يعني تتكلم عن أكثر من 160 مليون. هذول لا يعني يمتلكون من الثروة إلا 1% في أغنى بلد في العالم. فهناك ضغوط اقتصادية شديدة جدا. هذا الرقم يعني من 30 سنة كان أغنى 10% يمتلكون 20%. أصبح عندك تكدس للثروة، لأن اليوم يمتلكون 51%. واحد في الألف، يعني 1/10% في يعني دخلهم يوازي 184 مرة
لأفقر 50%. يعني تتكلم يعني عن مسألة اقتصادية يعني طاحنة جدا، هذه لا يحسها الإنسان خارج أمريكا، ولكن في داخل البلاد هذا مثلا عامل اقتصادي. عندك العامل طبعا أنت الآن يعني تتحدث عن أسباب تنامي صعود وفوز مثلا ترامب. نعم. أنت قلت الآن العامل الاقتصادي رقم واحد، إيش كمان أيضا؟ عندك مثلا العامل التغير الديموغرافي في أمريكا. يعني مثلا عام في انتخابات 92 نعم. كان عدد البيض في الانتخابات 88%. السنة هذه كان 69%، فهناك تناقص في عدد البيض، ولا سيما الرجال الذين يحسون بالخطر على امتلاكهم السلطة والثروة والنفوذ. فهؤلاء راحوا بكثرة إلى ترامب. يعني البيض الذين ليس لديهم شهادة جامعية صوتوا لترامب بنسبة 67% أمام 28% للخصم. فهذا النوع هم في خوف من الملونين، خوف من غير البيض، خوف من ما يسموه المالتي كلتشرزم اللي هو الثقافات المتعددة في داخل في داخل المجتمع. سنأتي لها بالهذه. لكن هناك من يقول انه احد الاسباب ايضا فشل الاحزاب الوسط، احزاب الليبرالية، في تحقيق الرفاه الاقتصادي او تحقيق طموح الشعب الامريكي تحديدا، وايضا حتى في اوروبا. الى اي مدى هو امريكا لها امريكا حزبين، يعني ما فيش حتى احزاب وسط، هو حزب الديمقراطي والجمهوري. وهم ما يسمى بالاحزاب المؤسسيه والاستابليشمنت اللي هم مسيطرين على المجتمع. طبعا ترامب جاء من خارج هذه المؤسسه. أيوة. وبالتالي هو تحدى المؤسستين وهزم المؤسستين. وهذا يدلك على 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 عمق الاستقطاب في البلد. هذا لم يحدث يعني لا في التاريخ الحديث ولا في التاريخ القديم. ان ياتي انسان من خارج المؤسسه ويسيطر على حزب كامل ويهزم الحزب الاخر. على حين هو خسر يعني بالمستوى الشعبي، يعني هو خسر بحوالي اكثر من 2 مليون صوت. ولكن النظام الانتخابي في امريكا الولايات هو الذي حدد يعني. ولكن هذا يعني هو حصل على اكثر من 60 مليون صوت، وهذا ليس بالقليل. نعم. فهو بالنسبة لليمين وبالنسبة لهزيمة المؤسسة، هذه مسألة كان عامل هام جدا. الاستقطاب الإثني والاجتماعي القائم كما ذكرت. أيوه. الخوف من الآخر. يعني الخوف من مثلا اللاتين. وبالتالي موضوع بناء الحائط هذا أخذ يعني صحيح. خشم كبير جدا من الخوف من الآخر اللي هو المسلم، وهو الذي يمكن أن يهدد، لأنه هم صوروا أن هذا الإسلام خطر. صحيح. وأصبحت كلمة الشريعة الآن تعتبر كشتيمة، كلمة الجهاد أصبحت مسألة يعني الناس يخافون منها. هذا الحجم الهائل من الضغط الإعلامي. هل أفهم من كلامك مثلا أن ظهور داعش ونمذجته من قبل الإعلام الغربي على أنه الإسلام أحد الأسباب في صعود هؤلاء؟ يعني تشويه الإسلام كان يمر بمراحل متعددة. يعني لما تكون داعش كانت القاعدة كانوا يمثلون القاعدة. صحيح. لما راحت القاعدة جاءوا يكلمون عن داعش. حتى لما لو لم يكن في قاعدة ولا داعش سيختلقون جماعة. وهذا حدث. نعم. هذا حدث يعني. نعم. يعني هم يأخذوا أبشع الصور ما يفعله بعض المسلمين ويصوره على أن هذا هو الإسلام. صحيح. وقلت أن هناك جهل كبير جدا. هذا الجهل يعني 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 مش يعني متعمد. نعم. ويريد أن يشوه صورة الإسلام، ويريد أن يشوه صورة المسلمين، بل ويتعمد بإيتاء بأسوأ الصور لتصويرها على أن هذا هو الإسلام. وطبعا هذه مسألة متعلقة بنا نحن أيضا. هذا أنا بقول، أليس في تقصيرنا في تحسين صورتنا مثلا وإبراز نموذج الإسلام الوسطي؟ ألا نتحمل نحن كمسلمين أيضا يعني جزءا من المسؤولية في تنامي هذا اليمين؟ بالتأكيد بالتأكيد. يعني هناك فشل كبير يعني وله أسبابه يعني المتعددة، على الرغم أن المسلمين في أمريكا يعني بنوا من المؤسسات ومن مراكز الدعوة والتعليم بل يعني هم أخذوا قرار بأن يستقروا في هذا المجتمع ويكونوا جزءا منه. نعم. ولنا تجربة الحقيقة هامة إحنا في محاولة إيصال صوت المسلمين إلى المسؤولين، وأنا شخصيا يعني قمت بهذا الدور ونجحنا نجاحا كبيرا، حتى أنه يعني في نهاية انتخابات عام 2000 هم أقروا بأن صوت المسلمين هو الذي حسم المعركة في ذلك الوقت، لسبب أنه كانت لدينا قضية هامة في المجتمع واستطعنا أن نوصلها إلى أعلى المستويات، ومن وقف معنا أعطيناه أصواتنا، وهذا الذي حدث في الحقيقة. يا سلام. نعم. كانت وقتها قضية الأدلة السرية يعني من أهم القضايا في المجتمع التي موجه ضد المسلمين، واستطعنا أن نأخذ هذه القضية ونوصلها إلى الرأي العام.
نعم. وأصبح هناك في إدراك أن هذه مشكلة، ولأن صوت المسلمين توحد وقتها ووضع تقريبا الأغلبية الكبرى في أحد الأصوات، فاز هذا المرشح لأنه وعد بأن يوقف العمل بالأدلة السرية. طبعا ما حدث بعد 11 من سبتمبر طبعا أسقط كل هذا، ولكن هذه التجربة ينبغي إعادة دراستها وإعادة أيضا تفعيلها بطريقة أخرى، لأنه فعلا إن كان أنتم أو أصوات المسلمين هو من حسم يعني الانتخابات في تلك الفترة، فنستطيع أن نقوم بهذا الدور يعني في أكيد المستقبل. أكيد، بل يعني هناك رؤية كاملة متكاملة كيف يمكن أن يؤثر المسلمون في أمريكا على، ليس فقط على صاحب القرار السياسي والتأثير السياسي والنفوذ، ولكن أيضا حتى في داخل المجتمع، لأنك أنت بحاجة إلا أنك تتحدث مع الناس وتشرح لهم ما هو الإسلام، ما هو حقيقة الإسلام، لأن كل هذه التشويهات والجهل المتعمد المقصود به تشويش العقلية الأمريكية وتشويش الناس، هذه لابد من يعني التعامل معها. طيب أنا أعود لنقطة أخرى، إلى يعني أتكلم عن الظاهرة بشكل عام، لأنه قلنا هي في أمريكا وأيضا في أوروبا. هناك من ذكر يعني بأنه أحد أسباب يعني صعود هذا اليمين المتطرف زيادة أعداد المهاجرين في أوروبا، يعني تصوروا بأن الإسلام ومتبعيه هم التهديد الأساسي لقيم أوروبا وقيم الغرب الثقافية والقومية. إلى أي مدى أنت ترى وجهة هذا الطرح؟ هو طبعا هذا الأمر ليس بوجيه، باعتبار أن العالم كله هو يعني محط لاختلاط الثقافات. نعم. والتفاعل معها. حل. وبالتالي أن الذي يخاف من الآخر هو في حقيقته يعني لا يؤمن بما يؤمن بفكرته أو بعقيدته، وبالتالي يخاف من الآخر من أن يتجاوب معه أو يتجادل معه أو أن يكون معه في يعني جدال فكري. نعم. فهذا قائم طبعا لدى قائم لدى وطرح لدى وحتى النخب الليبرالية الغربية كتبوا في هذا موضوع. نعم. القيم الثقافية للغرب مهددة وشيء من هذا، وأيضا أخافوا باقي شرائح المجتمع. نعم. وبالتالي يعني من 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 حيث يعني ممكن ان نتحداهم من 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 فكرتهم، وانه الاصل في المسائل ان الافكار تتلاقح. نعم. والصالح منها يبقى. نعم. والسيء منها يذهب. نعم. وبالتالي ليس هناك لا يمكن ان يكون هناك خوف. نعم. من هذا المساجله او من هذا الجدال حول يعني ما يمكن ان يفيد الانسان. نعم. ومستقبله ورفاهيته، وبالتالي الذي يخاف من ان يكون يعني مناظرا للأفكار يبقى هو المشكلة عنده هو وليس عند هو الآخر. الهش هو الذي هذا. أستاذنك دكتور سامي والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من أستاذ الإعلام السياسي في السعودية الدكتور محمد البشر. حياكم الله دكتور محمد. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. يعني سأدخل مباشرة معك، يعني نحن نتحدث عن اليمين المتطرف في الغرب وصعوده وتناميه وتنامي أفكاره، يعني برأيك ما هو السبب، ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهوره في هذه الفترة تحديدا؟ هو ما في شك أن الذي يقرأ التاريخ القريب يجد أن هذا ظهور هذا التيار بدأ في أوروبا وبدأ في الولايات المتحدة، وهو جزء من اللعبة الدولية من أجل البقاء للدول أن تبقى قوية مثل الولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة مشغولة بالمعسكر الشيوعي، ثم بعد ذلك وجدت بعد سقوطه أن الإسلام هو البديل الذي يمكن أن يواجه الحضارة الغربية. أنا لن أسترسل حقيقة في هذه النقطة لأنها أشبهت بحثا. نعم. ولكن أريد أن أتكلم عن الواقع الذي نراه الآن. لما وصل كثير من الرموز السياسيين في أوروبا وهم من المحسوبين من اليمين المتطرف، ثم بعد ذلك جاء فوز ترامب، لا ينبغي أن لا نتفاجأ بهذا أبدا، ولا نقول إن مثل هذا كيف يحدث مثل هذا في الدول الديمقراطية العريقة. هذا اليمين وهذه الرموز التي صنعت كانت حصاد لعشرين سنة تقريبا من الحرب على الأديان والاعتزاز بالحضارة الغربية، وأن هناك بديل يصنع الآن، ولا بد أن يكون هناك من الطرف الآخر الغربي من يواجه هذا البديل.
الحقيقة أني أستغرب أنا كثيرا كيف يهاجم الرئيس ترامب بناء على عنصريته وعلى يمينيته المتطرفة، والمجتمع هو الذي صنعه، كيف ينتقد ثمار صناعته. أنا لم أستغرب أبدا فوز ترامب، لم أستغرب أبدا أن يكون هناك يمين متطرف موجود في الولايات المتحدة. أستغرب فعلا من العقلية العربية التي تنسى التاريخ القريب وتتجاهل تجميع الصور. كل ما نراه الآن هو ميكس، يعني المزيج بين اليمين المتطرف وبين فلسفة السياسة التي تقول ليس هناك في السياسة عدو مطلق ولا صديق مطلق، هناك مصالح تتحقق. من السطحية جدا أن ننظر إلى تصرفات اليمين المتطرف في أمريكا مثلا عندما يصل إلى سدة الرئاسة بدون النظر إلى من أوصل هذا الرئيس، وبدون النظر إلى الدولة العميقة التي تحاول أن تغير كثيرا من لعبة الأوراق، والآن نراها تحاول أن تخلط السياسة بالدين والعنصرية ولتحقيق مصالح معينة. أنا فقط أعود إلى التاريخ القريب، هو جورج بوش الابن عندما وقعت أحداث 11 سبتمبر ووضع إيران من أول دولة من دول محاور الشر. نعم. وكلنا نعرف أنه كان يمينيا بل متطرفا في ذلك، بل ومنعته السياسة والبروتوكول السياسي من أن يظهر كثير مما يبطن. وبعد سنتين فقط من هذه الأحداث قدم أكبر هدية لهذه الدولة التي وضعها أول محور من محاور الشر إيران، وقدم لها العراق التي كانت تحلم به، قدمها له، قدم العراق لإيران على طبق من ذهب. نعم. فنحن ننسى كثير من الأشياء من التاريخ. طيب أنا هنا سؤال دكتور محمد، يعني كيف ترى يعني أثر هذا اليمين المتطرف في أمريكا ولا حتى في الغرب على العالمين العربي والإسلامي؟ كيف تقرأ؟ كيف سنتأثر نحن؟ هو ما في شك فيه في ناحية في داخل أمريكا وفي خارج أمريكا. بالنسبة للمسلمين في داخل أمريكا أرجو أن لا يكونوا يعني ورقة يلعب بها من أجل الانتصار بين مصالح معينة، بين الديمقراطيين والجمهوريين، بين الليبراليين وبين اليمين المتطرف، وأن يستخدم الإسلام والمسلمون ذريعة أو ورقة يلعب بها. فمثلا نيويورك تايمز الآن هي مهاجمة جدا من ترامب يوميا تقريبا، ونيويورك تايمز هي التي شيطنت الإسلام. نعم. والآن يهاجمها ترامب، ولذلك أنا أرجو أن لا يكون الإسلام ورقة بين الإعلام وبين الإدارة الأمريكية وبين الشعب الأمريكي، يستخدم كناحية مؤقتة ثم جميل. يعودون مرة أخرى إلى شيطنة الإسلام وإلى الوقوف سويا ضد الإسلام. طيب هؤلاء المسلمون داخل أمريكا، طيب في خارج بالنسبة للداخل الأمريكي. نعم. بالنسبة للخارج الأمريكي ما في شك أن هناك الآن مزيج بين الرؤية الاقتصادية البحتة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة وبين استخدام الأوراق الطائفية والأوراق الدينية والأوراق المذهبية. يعني الآن ربما نسمع تصعيد أكثر مما سبق فيما يتعلق بإيران وتهديدها العالم الإسلامي. وأن أمريكا وقالها ترامب نفسه قال لن نحمي أحدا بدون مقابل. نعم. ربما يكون هناك استقرار للدولارات الخليجية من أجل القول بأننا نحميكم بعد أن قووا إيران في المنطقة، يريدون الآن أن يقولوا، ودفعت الدول الخليج والدول العربية أموالا مقابل صد هذا. لكأنك تقول بأن أحد أسلحة هذا اليمين في يعني طرح موضوع الطائفية وإشعالها في المنطقة، وهي مشتعلة أصلا، يعني إشعالها بشكل أكبر. هناك الآن من يريد أن يدخل السعودية ودول الخليج في الأوراق التي تلعب بها الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بعقوبات وحظر وغير ذلك. نعم.
أنا أرجو الذي ينبغي علينا في العالم الإسلامي الآن، نحن أمام زوبعة جديدة هي تحتاج إلى مناورة متعقلة، يعني تتمسك بالمصالح ولا تتنازل عن الثوابت والمبادئ. ستذهب إدارة ترامب ربما قريبا، ومثل ما ذهبت غيرها من الإدارات الأمريكية، ولكن أرجو أن لا يكون ذلك على حساب الثوابت الدينية، وأن لا يكون هناك نوع من التميع نعم الأقل مطلوب، والمناورة السياسية مطلوبة، والأخذ والعطاء الاقتصادي أيضا مطلوب، لكن لا يكون هذا على حساب المبادئ والأسس ينبغي أن يتمسك بها العالم الإسلامي وخاصة دول الخليج. أستاذ الدكتور محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طرح أعود لك دكتور سامي، طرح جملة من الموضوعات، وأنا أتصور يعني أنت خبير بها بصفتك يعني عشت في أمريكا قرابة 4 عقود. سأعود إليك ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، وموضوع حلقة هذا الأسبوع عن تنامي اليمين المتطرف بالغرب، وضيفنا الدكتور سامي العريان المفكر والناشط العربي السياسي. دكتور أستاذنا وحبيبنا الدكتور محمد البشر تحدث في جملة موضوعات، والحقيقة سأبدأ من كلامه أنه ما حصل دعونا لا نتفاجأ، خطأ، هذا حصاد 20 عام من التخطيط، من الحرب على الآخر، على الإسلام. هل توافقه بوجود دولة عميقة ومن هذه القبيلة؟ الحقيقة الدولة العميقة إذا جيز هذا استخدام هذا التعبير عن أمريكا لم تكن تريد ترامب بالتأكيد، يعني أنا قلت هناك أسباب عديدة تحدثت عن بعضها وتحدث عن بعضها الآخر، ولكن الذي أريد أن أقوله أن هذه الإدارة الآن هي في الحكم، وجاءت بالرغم عن يعني أصحاب النفوذ والسلطة والثروة في أمريكا. رجال الأعمال لم يكونوا معه بشكل قاطع، الكبار منهم المؤسسة السياسية العسكرية الاقتصادية لم تكن معه، وبالرغم عن ذلك لأسباب عدة يعني كتبتها في مقالة يمكن أن كيف فاز ترامب، موجود كل هذه الأسباب في هذه المقالة. على كل الذي أريد أن أقوله أن هذه الإدارة جاءت وفي ذهنها موضوع الحرب على الإسلام، وهو قاله أصلا في خطاب التنصيب، وهو لم يقل الإسلام، قال الإسلام الراديكالي ولكم ما يعنون الإسلام. خلينا أقول بس أن هناك في 5 أهداف يعني أو 5 جهات يريد أن يبدأ بها واحدة تلو الأخرى، وهو يريد أن يلعب يعني على الأطراف المتعددة. حتى بالمناسبة الغرب وأمريكا بصورة عامة دائما تبدأ بالطرف الظاهر والأضعف، الضعيف لا يبدأ بالقوي. بالمناسبة الحرب على العراق كان مقصود فيها السعودية، يعني كثير من الناس لا يعلم ذلك. في كتاب مهم صدر عام 2004 كتبه أحد الناس اللي يعني قريبين جدا من أصحاب القرار دوائر النفوذ، وهو رجل عنده يعني دائرة وكان في الاستخبارات، اسمه جورج فريدمان، واسمها الحروب السرية لأمريكا، ويتحدث بصورة يعني قاطعة بالأدلة والوثائق والتحليل المبني على هذه الأدلة أن كان المقصود ضرب صدام حسين حتى ترتدع السعودية، لأنه كانوا يعتبرون أن 11 سبتمبر أحداثها جاءت باعتبار من السعودية. على كل الخمس أهداف هم يريدون أن يبدأوا طبعا بالأهداف الظاهرة، داعش والقاعدة، باعتبار أن هؤلاء في إجماع عليهم في المنطقة وفي العالم أن هؤلاء يعني أعداء الإنسانية. ثم يريد أن يبدأ بالحركات السنية المعتدلة، لأن هؤلاء اللي الآن متنفذين في القرار في الوايت الأبيض وهم يحاربون هذه الجهات وهذه المؤسسات من أكثر من 20 سنة كما ذكر الأخ، يعني يريد أن يضع الإخوان المسلم على دائرة الإرهاب، يريدون أن يضربوا الأحزاب حتى المعتدلة جدا، وهذه أحزاب ضعيفة لأنه ليست وراءها دول حقيقة، ويعتقدون أنهم بإمكانهم أن يضربوها، وإذا ضربوها فيضعفوا الإسلام السني، ثم يتحولوا بعد ذلك إلى إيران والأحزاب الشيعية الأخرى، يعني هذا هدف ثالث لهم أيضا. إيران ليس
ليست لا أتفق. هنا السؤال يعني فعلا فقط يعني عندما يتكلموا عن الإسلام هل يستثنوا إيران منها؟ لا إطلاقا، بالعكس يعتبرون إيران هي عدو كبير جدا، ولكن في الآخر إيران تمثل دولة وعندها من أسباب القوة والتحدي الكثيرة جدا، ولا يريدون أن يتحرشوا بها لأنه مسألة غير مأمونة العواقب. ولكن هو هذه المجموعة القائمة الآن في البيت الأبيض قد يعني تغامر هذه المغامرة غير المحسوبة، ولكن يعني ما زال الموضوع يعني خاضع لل. بس تصريحاته في أثناء الحملة الانتخابية عن إيران وأنه لا يراها وشنع على أوباما موضوع الاتفاق النووي وغيره، هل سينقضها؟ هل هو سيحاول تهديده؟ لن ينقضها، ولكن سيحاول أن يضغط عليها ضغوط شديدة جدا، لأنه في الآخر يعني يرى 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 في إسرائيل شريك ليس فقط استراتيجي بل يعني شريك كامل في كل الأمور، ولأنه يعني نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل يريد من أمريكا أن تضرب إيران لأنه يعتبرها هي الخطر الاستراتيجي الكبير عليه. نعم. فهم قد يأتوا، ولكن لا أظن الإدارة العسكرية ستتورط، ولكن هذه المسألة أيضا كما قلت ما زالت خاضعة. بعد ذلك العلماء يعني العلماء لا سيما في العالم السني هم مستهدفون. نعم. والجامعات الإسلامية والمدارس والكليات وهذه كلها تجدها في كتبهم، هذه يعني يجب أن تقوض ويجب أن يوضع عليها ضغوط هائلة جدا. كذلك المؤسسات الخيرية يعني سيبدأون في هذه لأنه لا يعتبرون أن وراءها دول يمكن أن تحميها. نعم. ثم بعد ذلك يعني الهدف الخامس هي الدول من أمثال. نعم. تركيا ومن أمثال بعض الدول التي المحسوبة على الإسلام التي تدافع أو يعني تطبق الشريعة أو بعض يعني هذه في آخر القائمة، ولكن المسألة متحولة يعني. نعم. لن يعني هي مش 1 2 3 4 5. نعم. وليست هي أبيض وأسود بحسب الظروف. نعم. يعني سيتحولون بس. نعم. بداء من هنا وانتهاء بهناك، ولكن قد يكون هناك في إعادة الترتيب في بعض المسائل على حسب الفرص التي تتاح لهم. اللي عايز أقوله. نعم. أن الإسلام بمجمله كما نفهمه نحن هو المستهدف، هم. نعم. يحاولون أن يستخدمون بعض الأسماء للتعمية. نعم. الأسماء الإسلام الراديكالي، ولكن عندما تجد في كتبهم مثلا هناك. نعم. دراسة هامة صدرت عام 2007 اسمها بناء شبكات إسلامية غير متطرفة أو معتدلة. نعم. ولكن عندما تقرأ ما توصفهم للاعتدال هو ترك الإسلام بالكامل أو الإسلام الأمريكي. إذا كنت تؤمن بالقرآن أنه ليس محرفا وأنه من عند الله فأنت متطرف ولست. أوف. معتدل. إذا كنت تؤمن بالشريعة بأي أنها تكون في الحياة العامة فأنت متطرف. نعم. إذا كنت لا تؤمن بكل القيم الليبرالية التي يدعونها وليس فقط في قضية الحرية الكلام وفي. نعم. قضية الحريات العامة وحقوق الإنسان إنما بكل ما هم يدعونه فأنت متطرف. نعم. بل الآن يعني هم يقولون يعني عندما كان يتكلم عن وقف السفر أو الهجرات من 7 دول وكذا وكان يريد. نعم. كان أحد الأسئلة التي سيسأل فيها الناس وهم داخلون هل أو حتى عشان يأخذوا حق الإقامة. نعم. هل تؤمن بالشريعة أنها يعني تضبط أو تحكم الإنسان؟ إذا قلت فأنت على طول تشطب. هل تؤمن بالقرآن كما هو؟ يعني إلى هذه الدرجة يريدون أن يحاسبوا الناس على معتقداتهم. طبعا هذا ليس بالضرورة. طيب أليس هذا تقويض يعني أساس الليبرالية التي يؤمنون أكيد بها؟ أكيد. هناك في بالمناسبة يعني هناك في مقاومة هائلة جدا في داخل المجتمع نفسه لهذه العقليات. نعم. هذه نفس العقليات الاستئصالية التي وجدت في 50s أيام المكرثية وهزمت هزيمة. نعم. شديدة. الآن عندما يوصف الإنسان بالتطرف اليميني يقول هو مكرثي. نعم. ولكن في وقتها في نهاية 50s بداية 60s عندما كانت هذه الموجة يعني حاسمة جدا كان الناس يخافون. نعم. ثم أصبحت هناك في ردة فعل كبيرة جدا من المجتمع أسقطتها. وأنا أرى اليوم لنا حلفاء كثيرين جدا في الغرب في. نعم. أمريكا وغيرها بالملايين هم ممكن أن يقفون معنا ويهزمون هذه الظاهرة ولعلها تكون فاتحة يعني فاتحة. لعلها تكون أن الناس تبدأ تقرأ الإسلام بصورة موضوعية أكثر وتفهم ما هو كنه. هذا يعني كنت آتي إليه في نهاية الحلقة لكن أما وقد طرحته يعني الحقيقة ما مدى احتمالية نجاح مثل هذا؟ هل نستطيع نحن كدول إسلامية كدول عربية احتواء هؤلاء ويعني اختراقهم أو التعاون معهم؟ هو الاستراتيجية لازم تكون متعددة. يعني مثلا للأسف الشديد عشرات الأجهزة الإعلامية القائمة الآن وهي يعني ممن يساعدون على نشر الإسلاموفوبيا الخوف من الإسلام والكره له ومعاداة المسلمين فيها رؤوس أموال عربية وإسلامية. يعني فوكس مثلا فوكس يعني تعتبر أكثر شبكة تؤثر على اليمين وهي أكثر شبكة معادية للإسلام. نعم. فيها أحد الأمراء الذين يضخوا فيها أموال هائلة. نعم. يعني هذا. نعم. ممكن جدا أن يؤثر ويسحب. نعم. أو يضغط مثلا. على الجانب الآخر استثمارات عربية هائلة
بالتريليونات. نعم. من الدول المختلفة هذه ممكن لو هددوا بسحب فقط 10% منها. نعم. كثير من الأمور السياسية تتغلب، ولكن هم يعني يعتمدون أن العرب يعني في الآخر يعني لا مبالين ولا يهمهم. نعم. هذه وسائل ضغط هائلة جدا، المقاطعة الشعبية. الأمور كثيرة جدا، يعني هناك في استراتيجيات كثيرة جدا ممكن أن نفعلها. كذلك يعني يمكن أن تكون لدينا، يعني الأخ الكريم ذكر أن هناك في استراتيجية لداخل أمريكا وخارج أمريكا. نعم، وتكلم، وأنا أريد يعني انتباه أن المسلمين ألا يكونوا ورقة في يد هؤلاء السياسيين يلعبوا فيها. وكذا للأسف المسلمين أضعف من أن يكونوا ورقة هناك، ولكن أنت للتو تحدثت. لا، هناك في محاولة. أيوة، عندما وقفنا وقفة واحدة لما وقف المسلمين، يعني أعطيك مثال بسيط. أنا ابني كان يعني بيشتغل في وهو طالب في الكونغرس، وبعد فوز بوش دعا المسلمين كلهم نعم إلى حضور في البيت الأبيض للقاء، فكل قادة المسلمين كانوا موجودين، وهو كان موجود معهم وهو كان عمره 20 سنة. نعم. يعني لأنه كان بيستخدم كان يعني بيعمل مع أحد الكونغرسمان في الصيف وهو قوي جدا. لما أحد مسؤولين المجلس الأمن القومي قال أنا عايز أشوف مين الناس الموجودين، ما يعني هذا إنسان صهيوني ولا يحب المسلمين. نعم. فوشد شاف اسمه فظنني أنا اللي موجود. نعم. فقال هذا الرجل يمشي. نعم. يعني كان نعم. معادي لي يعني. فقالوا للأخ امشي لابني، يعني في ثانيتين كل الوفد خرج ووقف أمام البيت الأبيض واستنكر أن, 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 أن هذا الإقصاء، وأصبحت قضية عامة. بوش بنفسه بعث لنا رسالة اعتذار. Yes. ووقف متحدث رسمي واعتذر بعد 10 سنوات. أحد الناس المهمين جدا من المسلمين كان 70 سنة في داخل رايح لأوباما، استثنوا وبقية المسلمين دخلوا وتركوه. No. فهذا عندما يقف الناس مع بعضهم البعض الـ 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 يكون هناك في نتائج، يكون نعم. هناك في حسم، يكون هناك في إصغاء، يكون هناك في شيء يعني يدل على حفظ كرامة المسلمين. إنما أن يكونوا متفرقين ويعملون كلهم لوحده وبراغماتية يعني غير يعني لا تعطيك نتائج حقيقية. نعم. هذا الذي يحدث. طيب، أنت تكلمت عن أنه لنا دور في احتواء هؤلاء المناهضين أيضا، ونحن نرى مظاهرات يعني هو مقاومتهم ليس احتوائهم، أنت يجب أن تقاومهم، والمقاومة هنا طبعا بكل الوسائل المشروعة. يعني عندك يعني مثلا اليوم في عشرات المظاهرات بالآلاف وعشرات الألوف نحو أمريكا، هذه تردعهم تخوفهم، تعطي حماية للقضاء. عندما يقف القاضي أمام رئيس الجمهورية وهو عنده هذه السلطة أن يقف، لأن هناك فصل بين السلطات. أنت نعم. تعطيه هذه القوة الاجتماعية والقوة الأخلاقية التي نعم. هو يريدها، حتى عندما يقف أمام الرئيس يكون يحس أنه في وراءه دعم شعبي. جميل. وهذه ممكن إحنا يعني نعطي فيها يعني أمور كثيرة جدا ممكن أن نشارك بها على أشكال واسعة. يعني نأتي إلى موضوع، وأنا يعني هو الحديث تشعب إلى أمريكا بالتأكيد، ولكن حديثنا عن الغرب بعمومه هو الخوف أيضا من أن تصل أيضا أحزاب يمينية أخرى في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا، في بلجيكا أيضا، ويعني تبقى قوة يعني أكبر مما يعني ابتلينا بها في أمريكا. نعم. أنا آتي أيضا للسؤال، وماذا عن أوروبا؟ ماذا عن أوروبا؟ ما الذي يمكننا الآن قبل أن يصلوا؟ ما الذي يمكن أن نفعله؟ وخصوصا يعني أمثال حوادث داعش في باريس وبلجيكا تزيد الطين بلة على المسلمين. هذه طبعا مشاكل معقدة ولا تحل بين عشية وضحاها في أسبوع واثنين وعشر بالتأكيد. وشهرين. هذه المسألة تحتاج إلى تخطيط واسع. يعني لو بدأنا إحنا العمل من 10 سنوات كان يمكن أن نتصدى لها الآن، وبالتالي هذا لا يكون مدعاة للتأخر عن العمل. يعني هناك استراتيجيات يمكن أن تضع تكون شاملة وكاملة لها في التعليم وفي الدعوة وفي العمل الشعبي وفي العمل الجماهيري وعمل المؤسساتي وفي العمل السياسي والعمل الإعلامي. ولكن هل هناك لتحقيق أي شيء يجب 3 أمور تتحقق. نعم. إجماع الرؤية وإجماع الإرادة وإجماع العمل. إذا أي واحدة من هؤلاء نقص ما يكون. إذا ما في رؤية ما تستطيع، حتى لو عندك إرادة وعمل ما في رؤية ما تتحقق شيء. صحيح. إذا في رؤية وفي عمل بس ما في إرادة حقيقية. صحيح. وما يحصل. وثم العمل، يعني إذا حققت الرؤية والإرادة والعمل يمكن أن تنتج الكثير، ويمكن أن نحرق المراحل، بمعنى الشيء الذي يأخذ 5 سنوات ممكن أن يحقق في سنة أو سنتين. ولكن يجب أن تتجمع هذه الأمور الثلاثة. يجب أن وعند العمل يعني يجب الإمكانات. يعني ما ممكن أنت تريد أن تحقق شيء يعني بيتطلب منك 10 مليون تحط فيه 500,000 ما يتحقق. صحيح. فكل هذه الأمور مجتمعة. إنما هل ممكن اختراق المجتمع الغربي والتأثير عليه وتحويل هذه الدفة من يمين متطرف ضد الإسلام إلى مجتمع عاقل يتعامل مع الإسلام؟ نعم ممكن، ومن تجربتي الخاصة أنا أقول لك ممكن جدا جدا، بل هناك الأصدقاء أكثر بكثير من الأعداء.
ولكن اذا يعني استطعنا ان نستثمر فيهم حقيق بصوره حقيقيه ونضمهم معنا، هناك تعطش كامل، بل هذه فرصه. يعني كما يقول الفيلسوف هذا ان التحديات تولد الفرص، هناك فرص عديده جدا، ولا ننكفئ انفسنا ونخاف. المشكله عندي ان المسلمين في امريكا الان متخوفون، خائفون. الذي يدعوهم الى العمل هو الخوف، وليس هو يعني انتهاز الفرصه والعمل. وهنا انت بحاجه انك تقف أمام الهجمة الشرسة هذه، تقف بقوة وشجاعة وتتصدى لها، وليس أن تخاف منها أو أنك تقول أن أتعامل معها والله أو أن أحني الرأس. يعني أنا سعيد بهذا التفاؤل الذي تقول به. أنا أقول يعني هناك فرصة ونحن نعم. نرى في كل الأمور يعني نعم. أنها الأمور يعني من طامة إلى أطم. المؤمن لا يخاف، المؤمن نعم. ينتهز الفرصة ويقدم. صحيح. يعني ما ممكن إحنا نخلي الخوف هو الذي يولد الحركة. نعم. الذي يولد الحركة هو القدرة على الفعل، وإذا كنا إحنا مؤمنون حقيقيون يعني لا ما حيكون عندنا مشكلة. يعني بالذات في أوروبا الآن أمام تدفق اللاجئين يا دكتور، وسبق أن طرحت يعني أنه هذا أحد الأسباب. أيضا أنا كمواطن أوروبي كمثال، يعني عندما يأتيني هذا المهاجر المسلم أو العربي ويزاحمني، أجره أقل من أجري، ويأخذ ويكلفني في مسألة العلاج ومسألة الطعام، مسألة السكن، مسائل التعليم، كله على حسابي وحساب أبنائي، بالتأكيد أنا سأقف ضده. يعني شئت أم أبيت، موضوع الإنسانية وموضوع البشرية ربما هي يعني لا تسرب كل المجتمع الغربي، لكن سأقف أنا أقف منه. يمكن في أوروبا يعني في بعض الأمور هذه صحيحة، ولكن أوروبا أصلا ويلفير ستيت. يعني أوروبا مثلا الصحة على سبيل المثال، أي. لا يمنع أحد من الصحة، ليس كما في بلادنا، ليس هناك في قوانين تحمي الإنسان سواء كان مواطن أو غير مواطن، سواء كان لاجئ. يعني لا ليس هناك مواطن أوروبي واحد إذا ذهب إلى المستشفى يقول له ادفع قبل أن تعالج، أكيد غير موجود. معروف. إيه نعم. فليس هناك المزاحمة الحقيقة، هناك ولكن الصرف عليها من الضرائب التي تأخذها الحكومات مني. يعني أنا أتكلم كمواطن غربي، إذا نعم. أنا سأقف ضد هؤلاء، سأعطي صوتي لهذا اليمين الذي يريد أن يطردهم. هذا الذي تريد الحركات اليمنية أن تستخدمه للفوز بالسلطة، ولكن الحقائق غير ذلك. فإحنا يعني لا أريد أن أضيع الوقت في الحقائق. لا ولكن هذه نقطة فعلا يجب يعني أن ننتبه لها. يا سيدي لا نراهن طيب على يعني أنه إذا أردت أنت يعني هي غلطتنا. يعني لماذا اللاجئين السوريين والعرب يذهبون للغرب؟ لماذا لا تحتويهم أوطاننا مثلاً؟ ليش مسكرة كل الأوطان عدا السودان وتركيا؟ يعني كل الأوطان مسكرة مقفولة على اللاجئين، ليش؟ لماذا؟ لما اصلا وجود الحرب، وجود اصلا اللاجئين السوريين يعني 5 مليون، كيف حدث هذا؟ انا لا اريد ان اعيد يعني التاريخ ونتحدث عن المساله، بس هذه كلها بايدينا. ولكن لا اريد يعني ان احنا نبرر ما يقوله اليمين ضدنا في لصعوده الى السياسي، هذه امور مرفوضه يعني من أصلاً. جميل. اذا نعود الى موضوع الحلول، لانه فعلا نحن يعني وصفنا المشكله اسبابها، وانت طرحت يعني جمله من الحلول. انا اتمنى ايضا حلول واقعيه من واقع حقيقه بلداننا الان. تعرف الضعف والتشرذم والانقسام الذي تعيشه معظم الدول العربيه، بل في بعضها يعني حروب اهليه. كيف يمكن يعني إيقاف هذا اليمين المتطرف الذي ربما يزيد الأمر ضغطا على إبالة على وضعنا المأساوي في العالم طيب. العربي الإسلامي؟ أعطيني بعض الوقت حتى اتفضل. يعني أشرح المسألة. طبعا حتى يكون هناك حلول ناجعة يعني يجب أن يكون في طروحات حقيقية وليست هامشية أو ضعيفة أو صحيح. قليلة، لأنه ما تؤثر. أعطيك مثال بسيط. طبعا هناك شيء على الجانب الحكوماتي نعم. يعني البلدان نفسها نعم. وهناك على الجانب المؤسساتي ورجال الأعمال، وهناك على جانب الشعوب، وهناك على المؤسسات، وهكذا. جميل. يعني على المستوى يعني مثلا عندما رسمت الرسمات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام كما نعم. تذكر، كانت هناك حملة شعبية هائلة مقطع الجبنة. هذه وحدها خلت الحكومة تتنازل وتعتذر وتقفل وكذا. صحيح. فهناك في أمور كثيرة ممكن العمل بها، ولكن إذا كما ذكرت أيضا وكان هناك رؤية واضحة وإرادة حقيقية نعم. وعمل يعني مسنود على مستوى الحكومات لديها يعني وسائل هائلة جدا في التأثير، ولكن هل هناك إرادة حقيقية؟ يعني نحن نشتري من الغرب
بمئات البلايين سنويا، سواء كان في الأمور الاقتصادية أو العسكرية أو غير ذلك. يعني ممكن أنه فعل شيء قليل. حجم الاستثمارات الموجودة في أمريكا، أنا أقول لك حتى بعد قانون الجاستا المستهدف فيه السعودية بالمناسبة، وهو استنزاف أموالها واستنزاف يعني 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 مدخراتها في أمريكا، لو سحبنا 1% في الشهر، والله وأنا أقول لك يعني 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 أقسم هذا اليمين غير حانث، أنه سيوقفون العمل بهذا خلال 6 شهور 10، لأنه الحجم الكبير لتأثير رجال الأعمال. البورصة نفسها ممكن تنهار، ممكن أنها تتقل. يعني هناك في كثير، لو قللنا من البترول بس 10%، مش لأنه هم بيأخذوا منها، لأنه سعره حيزداد بسرعة. في وسائل كثيرة لو كانت إرادة حازمة. على المستوى رجال الأعمال كذلك، كما قلت هناك وسائل إعلام في أمريكا كثير منها يعني استثماراتها عربية. طب إحنا ممكن نسحب هذه الاستثمارات، ممكن نهدد هذه الاستثمارات، هم يفعلون ذلك كل يوم. بل وينشؤون يعني المحطات والأجهزة لتشويه الإسلام ولضربنا. على المستوى الآخر، إن إحنا يعني يكون هناك في يعني إدراك لحجم الهجمة. يعني لماذا ننشغل ببعضنا؟ لماذا الحركات الإسلامية المعتدلة اليوم نريد أن نصنفها ونضغط عليها وكذا، في حين إنه هي حليف حقيقي ضد هذه الهجمة على الإسلام نفسه. يعني المقصود هو المقصود هو تشويه صورة الإسلام، حتى الناس يعني تبتعد عن الإسلام، حتى يشككون بأنفسنا نحن في إسلامنا وعقيدتنا، حتى نبتعد عنها، حتى تهمش تماما. هذا المقصود، هو ليس المقصود فقط يعني مسألة يعني كذا إنه عايز ياخد عليك يعني. إذن يعني أنت تريد أن تقول في نهاية يعني هذا الحديث أننا بإمكاننا أن نؤثر، بإمكاننا أن نرد إيجابا على تنامي جداً هذا اليمين المتطرف. نقتحم عليهم. يعني لو عندنا أنا يعني في استراتيجية كاملة كيف نتعامل مع الغرب. لو فعلنا هذه الاستراتيجية هم يكونوا في موقف الدفاع، مش احنا في موقف الدفاع. جميل. استاذنك دكتور للذهاب الى ضيفي الثاني من القاهرة، الاستاذ جمال سلطان، الكاتب والباحث المصري المعروف. حياكم الله استاذ جمال. أهلا بك دكتور عبد العزيز وبضيفك الكريم. أستاذ جمال، أنا يعني أنت أتيت ونحن في معمعة الحديث يعني عن اليمين المتطرف بالغرب. بودي أيضا أن أستشرف رؤيتك عن أسباب تنامي هذه الظاهرة، إن صح تسميتها بالظاهرة، وأثر ذلك على العالم العربي والإسلامي. تفضل. هو يعني من الواضح أن هذه الظاهرة يزداد اتساعها يوما بعد يوم، وأنها اخترقت مناطق لم يكن يتصور أنها تخترقها من قبل. يعني الآن اليمين المتطرف يضرب بقوة في فرنسا وفي ألمانيا، وفرنسا وألمانيا تحديدا هما اللذان شهدا يعني ميلاد الفكر الفلسفي الحديث الذي تأسست عليه فكرة العلمانية في عموم في العالم كله، والذي تأسست عليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في طوال القرنين الأخيرين. فهذا يعني أن هناك خطر حقيقي، لكن الحقيقة هذا الأمر يعني هو يجعلنا في تصور أن العالم على أعتاب مرحلة فكرية جديدة، وعلى أعتاب يعني مرحلة من الوعي الإنساني الجديد والخطر أيضا الجديد. هذا الأمر يعني يسعدنا ويقلقنا أيضا، يسعدنا أن تكون هناك، أن يكون الغرب هناك على أمام تحدي حقيقي وخطير، أنه هو يعني أصبح يواجه حالة من التطرف الفكري والديني التي كان ينعاها على العالم السلفي وعلى العالم الإسلامي. فهذا معنى ذلك أن مسائل يعني ظهور نزعات تطرف أو مثل هذه ليست متصلة بطبيعة الدين ذاتي أو الثقافة الدينية أو التراث الديني أو مناهج التعليم كما يذهب البعض مع الأسف حتى في بلادنا، وإنما هي لها يعني أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية. الأمر الآخر أنه هذه الحضارة الغربية الحقيقة نحن أخطأنا ولابد أن نعترف، يعني وخاصة التيارات الإسلامية الحديثة أخطأت في التعامل معها وفي وضعها في سياقها الإنساني الحقيقي. نحن اتخذنا موقفا عدائيا من هذه الحضارة، وكان هذا خطأ، لأن الحضارة الغربية الآن هي ميراث إنساني يهمني أنا كمسلم كما يهم المسيحي أو اليهودي أو أي عرق أو أي قومية. هذا منتج إنساني يعني انصهرت فيه طاقات وعقول وأفكار
كثيرة، فمن واجبي أنا كمسلم أن أحافظ عليه، وأن أي يعني هدم في ضلع من أضلاع هذه الحضارة هو ضرر لي أنا نفسي كمسلم. جميل إنسان جميل مسلم. جميل. وبالتالي فأنا لكنني مسؤوليتي أن يعني أضيف إلى هذه الحضارة بالتأكيد بعض شططها أو نزقها، بعض ما فيها مثلا من مسالك وهي في الحقيقة هامشية إلى حد كبير خاصة في الجانب الأخلاقي، هذا دوري، ولكن لا يعني ذلك أن أتخذ موقفا عدائيا. الأمر الآخر في أظهرته الحقيقة يعني هذا الضجيج والصخب الذي الحقيقة يعني تفجر إعلاميا أكثر بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى السلطة، هو هذه الروح التي وجدناها في عواصم غربية كثيرة وفي مدن أمريكية أيضا كثيرة من موجات تعاطف شعبي واسع النطاق مع المسلمين. نعم. يعني هناك من يعني هناك مسيحيون تركوا كنائسهم لكي يصلي فيها المسلمون الذين صحيح يعني تم الاعتداء عليهم. يعني هنا السؤال أستاذ جمال، معليش لأنه نحن في آخر الحلقة، يعني كيف يمكن لنا نحن كمسلمين وكعرب مواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة اليمين المتطرف بما تحمله في بذورها من كراهية لنا؟ أنا أعتقد أن هذه يعني مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى نوع من العقلانية الشديدة، تحتاج إلى يعني جيل من المثقفين الأكثر اعتدالا والأكثر دراية بالواقع الغربي، يتعاطون مع هذه المشاكل بشكل ليس بشكل عدواني وليس بشكل اصطياد وليس بشكل نوع من التسريب أو الشماتة، كل هذا لا يفيد أحد. نعم. كل هذا ضرر، وإنما كنوع من يعني تعزيز قيم الشراكة، تعزيز القيم الإنسانية، تعزيز قيم السلام الذي نعم. أتى بها الإسلام وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني تعزيز هذه القيم، هذه مهمة جيل جديد من الدعاة الدينيين في العالم الإسلامي ومن المثقفين أو النخب المثقفة. شكرا أستاذ جمال سلطان. أيضا نحن في آخر الحلقة، تختم هذه الحلقة بكلمة موجزة وقصيرة. أقول أمرين، الأمر الأول أنه هناك في خطة بدأت في الثمانينات لتقسيم العالم العربي وإضعافه، كانت خطة صهيونية، الآن أصحاب هذه الخطة في البيت الأبيض يريدون أن ينفذونها، وهذه خطة يعني شرسة جدا وليس هناك مجال للكلام عنها. الأمر الآخر، الصراع داخل الغرب ليس فقط بين الغرب والإسلام، هم يريدون أن يقولوا أن الغرب متوحد، لا، الغرب الحقيقة منقسم على نفسه. نعم. هناك في طغمة يمينية مسيحية متطرفة معها الصهيونية. نعم. ومعها رأسمالية شرسة، وفي الجانب الآخر هناك شراكة وأصدقاء وحلفاء يمكن التعامل معهم لو أحسننا الاختيار وأحسننا العمل وكان هناك في إرادة حقيقية لمواجهة هذا الخطر. دكتور سامي العريان، المفكر والناشط العربي السياسي، شكرا جزيلا على هذه الحلقة التي أثريتنا بها، والشكر لكم أنتم سادتي المشاهدين. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.